الحد اللي بيعمل حاجه في اوقات صعبه او في ظروف صعبه هو ده يعني بيقدر يوصل في الاخر نتائج كبيره جدا. يعني مثلا لو انا دلوقتي قررت ان انا اعمل مثلا مشروع في وسط اقتصاد صعب وفي وسط بلد فيها مشاكل كتير في وسط حاجه، المشروع بتاعي ده فعلا قدر يعني قدر يوصل للنور او قدر ان هو ينجح، انا بقى ليا تاثير كبير جدا في المجتمع اللي انا موجود فيه. على عكس ما اكون انا اصلا عايش في مكان ما فيهوش اي مشاكل خالص والدنيا كلها ميسره لي وانا عملت الموضوع ونجح، فخلاص انت الايفكت بتاعك او تاثيرك قليل. وده يعني دي سنه امل على فكره ممكن يعني نتشعبط فيها كلنا، يعني اللي هو ملوش الموضوع ملوش علاقه خالص بالدنيا، هو ليه علاقه بانا عامل ازاي، انا نفسي بروكتيف ولا انا نفسي عندي المبادره ولا بغض النظر عن الظروف اللي حواليا. بالعكس كل ما يكون في ظروف حواليا انا كده هيكون النجاح لي اثر اكبر بكتير من اللي انا متخيله. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي المسيطرة حاليا على كتير جدا من الأمور في حياتنا، كمان في توجيه الرأي العام أو التعبير عن وجهة نظر الشعوب. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه وأنا كمان بطرحه معاكم في بيت للكل، بنسأله هل فعلا بتكون دايما وجهة النظر أو المعلومات سواء نقرأها أو بيتم تشيرها على السوشيال ميديا، هل فعلا كل هذه المعلومات صحيحة؟ سلام. نعم يا شافكي، الآراء المواجهة على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي سبب في كتير من المشاكل والأزمات لدول، وكانت أيضا سبب في نماذج ناجحة أيضا. محتوى مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا أصبحت مشكلة لدينا في كافة أرجاء الوطن العربي، أصبحنا مدمنين للأسف على بعض من المحتويات السيئة أو المحتوى السيء والغير جيد الذي يقدم لنا مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن علينا أن نختار. لذلك في بيت للكل كان هدفنا أن نسلط الضوء على هذه المشكلة، لأنه هدفنا في بيت للكل أن نصل إلى كل أرجاء الوطن العربي، إلى الإنسان العربي، حتى يكون هنالك كجانب للمعالجة والتوعية. استضفنا المختصين للحديث عن أمن المعلومات وأيضا اختيار المحتوى الجيد. خلينا نشاهد ماذا تحدثنا في بيت للكل حول هذا الموضوع. شلون ممكن نتعامل ويا صناع المحتوى السيء؟ هو دايما أنا بصفة يعني أستاذ جامعة بأدعو للأويرنس، التوعية. اي مشكله بتقابلنا من السوشيال ميديا، لو انا عندي بدي توعيه للشباب من صغرهم استفيد ازاي استفيد من الحاجات الكويسه وتجنب الحاجات الرديئه، احنا هنبقى مطمئنين على شبابنا، وخصوصا زي ما حصل مع الاحداث الاخيره والبنت اللي انتحرت والكلام ده. لكن لو عندهم توعيه، الاهل الاسره كان عندها توعيه، الشباب عندهم توعيه، هيقدروا يتجنبوا المشاكل اللي ظهرت نتيجة الأحداث اللي بتحصل، ونتيجة إن في ناس تقول كلام، الكلام ده أنا ما أضمنش إذا كان هو كلام صحيح أو غير صحيح، هل هو يعني أخلاقيا التنمر تناسب والتخويف والابتزاز كل الوسائل دي أنا بحاول أتجنبها بالتوعية. عشان كده ده يمكن أنا من أهم مبادئ عملي، ان احنا لازم ندي توعيه على كل المستويات، من اول طالب اللي ممكن نقول عليه طبعا حتى الاعدادي لغايه طلبه الجامعه لغايه الخريجين. يمكن عندي 14 مركز تدريب بيشتغلوا في التدريب على السايبر سيكيورتي وعلى وسائل حمايه الشباب من المشاكل اللي بتحصل نتيجه عدم اهتمامهم وعدم درايتهم بخطوره واهميه السايبر سيكيورتي أو الإنترنت أو وسائل التعامل معها أو حتى وسائل التعامل باستخدام الموبايل. كل وسيلة من وسائل الميديا المختلفة ديت، كل يعني في منها كويس وفي منها الوحش، في منها الضار وفي منها زي ما بيقول الصالح والطالح. وبالتالي لازم عنده هو أويرنس، لازم يكون عنده وعي ولازم يكون فاهم إزاي يتجنب إن هو ينخرط أو إن هو يعني يغرز أو يقع في أحد هذه الوسائل السيئة.